يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا حلقه النهارده من السادسه. يمكن تركيزها كله بيتكلم على انبي ومن وراها طبعا الوداد. ليه بقول الكلام ده؟ لانه اعتقد ان موسيماني في حاله حيره كبيره جدا، وحقيقه يمكن يعني انا حاولت الحقيقه اشوف انه الراجل هيفكر ازاي في ماتش بكره. ماتش بكره صعب، فرصه من ناحيه انه يكمل شغله مع الفرقه ويبتدي يجرب الطريقه اللي هيلعب بيها ويبتدي يشوف اللعيبه في الملعب في مباراه رسميه، فيتعرف عليهم او يتعرف على امكانياتهم بشكل اكبر، يركز اكتر على انه يكمل مع الناس اللي جايه من بعيد زي الشحات زي كهربا، يدي الجيرالدو اللي عمل ماتش حلو في المقاولين، يدي البادجي ومروان ياخدوا ثقه اكتر. لكن الحقيقه برضو بصيت لان الامر من ناحيه ثانيه، يعني لا قدر الله بعد الف شر ماذا لو تعرض حد من اللعيبه لاصابه؟ يعني انا بعتقد انه قائمه، هو موسيماني نفسه كان بيقول انا الاهلي عامل زي المستشفى، يعني انت عندك صح. قائمه الاصابات ما تستحملش الحقيقه ضغط اي اسم عليه. احسن حل الناشئين يا احمد، احسن حل فعلا هو يدفع بالناشئين في مباراه زي مباراه بكره. هي مباراه مش سهله ولكن زي ما قلنا انه منها بيريح اللعيبه الاساسيه، ومنها برضو ان هو بيكتشف ممكن الماتشات اللي زي دي والاوقات اللي زي دي هي اللي تصنع نجم جديد عندك. وارد طبعا حمل تقيل على اللعيبه الناشئين في 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 الظروف دي برضو، يعني دايما بيبقى في حسابات انك ما تحرقيش الولاد او ما تديهمش في ماتش ممكن يبقى تقيل ياثر عليهم سلبا او يبقى في ضغط معين عليهم فما يظهروش امكانياتهم. خدي بالك كمان انت عايزه بعيدا عن الاسماء او عن اللعيبه، انت عايزه تجربي طريقه اللعب، انت هتروحي هناك طبعا. اعتقد يعني انه الخطه اللي هيلعب بيها مستر موسيماني يغلب عليها الشق الدفاعي اكتر منه الهجومي، يعني احنا مش هنروح نهاجم او نفتح خطوطنا ونهاجم الوداد في ملعبه بشكل عنيف الا لو لا قدر الله السكور فرض علينا ده، يعني صعب جدا الاهلي يبني او يتبنى خطه هجوميه من البدايات. بيتهيالي انه مستر موسيماني هيدور على فكره التامين، وبالتالي انت محتاجه تدربي اللعيبه او تدربي الفرقه في الماتشات المتاحه ليكي دلوقتي امبي وبيرميدز على طريقه اللعب تلعبي بيها. طبعا عندك خط دفاع كامل تقريبا غايب، هتجربيه ازاي او تجربي الطريقه ازاي؟ هل تلعبي ماتش امبي بشكل استثنائي وتغيري طريقه اللعب وتلجاي مثلا انك تلعبي 3 4 3 ولا هتفضلي محافظه على الطريقه وتحاولي تعوضي غيابات الاسماء؟ انت لو مكانه هتعمل ايه؟ يعني انا طبعا مشكلتي الوحيده، انا بتهيألي طبعا المشكله الوحيده والصريحه في النادي الاهلي هي خط الدفاع. يعني هتلعبي ياسر ابراهيم بكره هيبقى غايب، ياسر ابراهيم غايب ومحمود متولي وربيعه وسعد واحتمال كمان ايمن اشرف بالمناسبه، لانه ايمن عنده اصابه في الكاحل ممكن تمنع مشاركته في ماتش بكره، فبالتالي انت تقريبا خط الدفاع كله مش موجود. هل ترجعي لعيبه من نص الملعب؟ هل تنزلي فتحي مع الاثنين فتحي حمدي واحمد يلعبوا ورا؟ هل ممكن هاني ممكن يدخل في خط الدفاع؟ طب لو دخلتيهم في خط الدفاع مين عندك في الاطراف؟ لو غاب هاني وفتحي ومعلول تلعبين مين على الاطراف؟ فالحقيقه هي علامات استفهام كثيره جدا مرتبطه بماتش امبي بكره، وده اعتقد يمكن واحد من الصعوبات اللي بتواجه مستر موسيماني في بدايه مشواره. ومع كل ده برضو يا احمد شايفين الحقيقه اللعيبه مركزه جدا بالرغم من تلاحم المباريات، يعني احنا شايفين احنا لعبنا ماتش يوم الاحد، الاثنين تدريب، الثلاث تدريب، والاربع اللعيبه في كامل تركيزها لما بنشوفهم في التدريب او الفوتج بتاعت التدريب وفي المباريات، ودي حاجه حلوه لانه هم اكتر حد فاهم اهميه المرحله اللي احنا فيها واهميه ان احنا داخلين على دوري ابطال افريقيا واللي دايما بنقول عليه الهدف الاول والاخير. طبعا اصابه الشناوي قلق الجماهير شويه وده حقهم طبعا، يعني ده حارس مصر الاول، ولكن المفروض انه في برنامج تاهيلي موضوع ليه يا احمد، المفروض هيبقى في تدريبات في الجام وبعدين جلسات علاج طبيعي وبرنامج تاهيلي خاص بيه علشان يقدر يكون جاهز باذن الله لماتش الوداد. طيب